هذا ما أشعر به عندما أسمع إيرادات أفلام اليوم. تشعر بإيه؟ الكبيرة؟ طبعاً الكبيرة. أشعر إنه السينما لا تزال بخير وأنها لا تزال حاضرة عند الناس، عفواً، ولا تزال الخروج الوحيدة للبشر المقبولة. نعم. المقبولة. نعم. نعم. هذا الفنان أكثر من يضحكني في الجيل الحالي أو من الجيل الحالي. لا. مفيش؟ لا لا أوف. لا، ولا أدري هل هي أزمة نصوص أم أزمة نجوم. ده عادل إمام بس يطلع يقف ورا 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 الباب، ورا الباب بس كده، ويبان شك ويبان انه ورا الباب نضحك. انا احمد ادم بثقافته الجميله يضحكني، انا هنيدي ببساطته الغريبه اللي ملهاش حدود يضحكني. انا محمد صبحي لما يتهمق قوي يضحكني. ويظل الجيل الذي أضحكنا هو الجيل الحقيقي. ولست أريد أن أضغط أو أكسر على حد أو لا أكبر بخاطر الجيل الحديث حتى لا يقال أنني رافض الكل. صح، حتى ما تتهم. نعم. كمان من صعيد. نعم. الغناء وعلى صعيد. نعم. التمثيل، يعني وكأنه حيقولوا وقف فيك الزمن في حتة معينة. نعم. رافض تتقبل أي جديد. أنا لست أحن للماضي بشدة، لكني أخشى أن تكون المسألة هي فقر نصوص ضحك. يمكن الموهبة موجودة، يمكن ربما النصوص اللي بتتقدم مش عجباك. أنا هقول لك، أنا هقول لك، حنان بنتي قالت لي بابا من فضلك راقب علي الربيع. راقبت علي الربيع. رأيك ايه؟ ما هو الضحك ده مش زغزغه، فول ستوب. السؤال اللي بعده ما عجبش. السؤال اللي بعده يا رغده، يلا. ندمان على تصريحي عن بيومي فؤاد. ندم. بيومي فؤاد اكتشفت انه راجل طيب جدا، وقابلنا بعض كده في مكان وابتسمنا لبعض. واكتشفت انه بس مش عايز يبقى كوميديان، لا، ممثل. يعني غيرت رأيك؟ نعم غيرت رأيك. نعم، في بيومي فؤاد بالتحديد. وهو نوعية أخرى. زعجك بوقت الرد عليك بهذه الطريقة؟ الطريقة اللي رد فيها بيومي فؤاد عليك ضايقك الموضوع ولا لا؟ لا 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 أبدا، بالعكس. طيب، لهذا سبب أحدثت قبلة خالد النبوي لشيرين رضا كل هذا الجدل؟ أنا ما وصلتنيش وما شفتهاش قوي وما عرفش إن هو، بس بالمبدأ كفكرة بتقول لك إيه؟ الموضوع بيقول لك إيه؟ والفيلم اتعرض في مهرجان الجونة، ما يصح يكون رصد في الترند؟ صح يكون ترند؟ ما هو دلوقتي البحث عن ترند هو الأساس، هو معيار للنجاح. نعم، للنجاح والهدف. هذه الفنانة تستحق فرص أفضل، من هي؟ مي عمر. تستحق فرص أفضل؟ نعم. مع كل اللي تقدم لها تستحق؟ نعم. بعد؟ نعم. ليه؟ نعم. في قناه عم تغمز منها مختلفه. انا ما اعرفهاش ابدا. طيب، ما قابلتهاش في حياتي، مع انه الناس. نعم. شو حاسدين على حياتها وعلى الفرص اللي ايه؟ عشان جوزها. سامي. نعم. محمد سامي، لان جوزها المخرج بيديها فرص كثيره. بالمناسبه سؤال كده همرره كده، هو انت عمرك ما حد عرض عليكي تشتغلي في السينما؟ بلى، حصل. حصل يعني؟ حصل. حصل. هل فيهم اسماء معروفه تقدر تقوليها؟ في اسماء، بس انا ما، ده مش ملعبي، مش حتتي. انا ما يعني ما بدخل مكان مش اكيد منه او ما بحبوش. ما حبيتش التمثيل، كان عندي تجربه صغيره. وكرهت التمثيل، كنت صريحه معك. ده مش انا، ما بيشبهني. انا هنا ملعبي.
والحاجة اللي ببرع فيها. ما تخيلتيش نفسك بطلة في فيلم مع أسد ياسين؟ إيش معنى أسد ياسين؟ مش عارفة. لو في دور أكون في فيلم رعب. مش عاطفي، انسى الموضوع. رعب، تقطيع، لحمة مفرومة كده يعني. كملي، قولي ليه تستحق ما يا عمر فرص أحسن مع أنه الكل بيحسدوها؟ أنا علشان خاطر جوزها. يعني هو حابسها، حاططها في إطار معين. لا، عايز أقول إيه، غادة عادل جميلة وفنانة وأرتيست، وفيها شيء ما من سعاد حسني. مي عمر جميلة ومتعلمة في الجامعة الأمريكية وعندها أداء جيد. مشكلة بعض النجمات الأزواج، مشكلة بعض النجمات الأزواج. يعني زوجها عامل لها إيه؟ يعني مثلا جوزها يقولوا يعني وأنا ما بحبش تعبير يقولوا، إنه بيفرضها على الأفلام. ده اللي سمعناه من شكاوى بعض الممثلين واللي اشتغلوا معاهم في الأعمال، كان عندهم نفس الرأي معظمهم، يعني كان عندهم اعتراض. يعني احنا ما نعرفش، بس ده اللي بنسمعه. انت عارفه، هقول لك على حاجه خطيره جدا في حياتي. في بعض الاحوال لما اشتغلت امال العمده مذيعه في الاذاعه، كان دايما يقال ان امال العمده تلجا لمفيد فوزي لانه جوزها في الحوار. وكان هذا ظلم بين شديد، لان امال العمده مثقفه واعية، تدرك لمن تتكلم ومن تسأل، وكانت بتذاكر الشخصية على الطريقة اللي أنا بذاكر بيها الشخصيات قبل الحوار. تمام. هذا ظلم لمي عمر سببه الزوج، مع كل التقدير له. مش عايز أطلع شتم حد. يعني بكل الأحوال تفتكر لو اشتغلت مع حد غير جوزها هنشوف مي عمر تانية؟ ياريت. حلو حلو. طيب، هذا ما شعرت به عند متابعتي لمسلسل سكر زيادة. حسيت بإيه وانت بتشوف نادية الجندي ونبيل عبيد؟ انبسطت انهم مع بعض. هل كان في خلاف مع بعض؟ هما ما كانوش مؤتلفين، سبحان الله. انه المنتج، ولا اعرفه او لا اتشرف به، استطاع انه يجمعهم سوا. وأظن أن نبيلة قالت لي أنه لم يكن هناك أي شيء بالمرة بينها وبين نادية الجندي خلال تواجدهم في بيروت. وأيضا سميحة أيوب كانت أم بالنسبة لهم. على فكرة، لازم أقول لك ثلاث سطر مهمين. السطر الأول، أن الصحافة الفنية تتجنى أحيانا كثيرة. السطر الثاني، إن الصحافة الفنية أحياناً تختلق خلافات تشتغل عليها. السطر الثالث، إن الحقيقة ينبغي أن تخرج من أفواه النجوم حتى لا يتأكد ما يقال. والخلاف اللي كان بيناتهم كان إيه؟ أعتقد أنه خلاف فني لا أكثر على الإطلاق. على فكرة، خلافات النجوم الحقيقية خلافات موهبة. خلافات موهبة. موهبة، حجم موهبة ما وهو الآخر. حتى برضو كنا عم نسمع بالكواليس انه تبادلوا الاتهامات انه بيعملوا اعمال لبعض. ما تصدقيش. ما تصدقيش اللي بتشوفه بعينيكي. شوفي، انا شفت بعينيا. ده حوارات نزلت بالصحافة على كل. عزيزتي الراقدة، انا شفت بعينيا مذيع ربنا يديله طلع كده على الشاشة وقال المكان ده كان يحتكر الأستاذ مفيد فوزي في حواراته مع وزراء الداخلية على مدى 18 وزير. هذا حقيقي. أنا حاورت الرؤساء وزراء الداخلية من أبو باشا إلى حبيب العدلي. ولم يكن فقط يحاور وزراء الداخلية، بل رؤساء الوزراء أيضا. طيب، أنا الآن أجلس في هذا الموقع. تقصد خير رمضان؟ نعم.
وليه يطلع يقول كلام؟ وقال الوزير، على فكرة يا أستاذ خيري لازم أقول لك، أستاذ مفيد فوزي هو الذي أظهرني في التلفزيون عندما كنت مدير مباحث القاهرة. بس ربما كان بدافع الفخر أنه هو موجود في نفس الحتة اللي أنت كنت فيها. لا ما تبقيش مثالية قوي كده. طب إيه الهدف لك؟ يمكن أبسط معنى هو الغيرة، ربما. أصل أنا بغار منك ليه؟ حبيبتي أنا الآن في بنوار الحياة، ولا أريد أن أعود أبداً إلى مقعد الترسو بتاتاً. أنا الآن في بنوار الحياة عمراً وفكراً وقامة ووجوداً ووجوهاً. بنوار الحياة ده لعمر كبير السن، ومعناه إن أنا أرقب الحياة وأرقب ما يحدث واتفرج. هذه حدوتة حدثت عندما كان العزيز الزميل الذي تقابلنا معا في الأوربت كان يقدم فقرة الصحافة، صح، وأنا كنت أقدم بأمر الأمير في الأوربت مع الأستاذ عمرو أديب القاهرة اليوم. فاكرة أيام كنت أطلب التليفون ويتقال لي أستاذ مفيد إيه السؤال، فأقول ما عنديش أسئلة، أنا بس عايز أقول إن المذيعة بتاعتكم أنا أحييها. الأستاذ مفيد ما في سؤال؟ لا، راغدة هي نني عيون بيروت. تذكرين؟ تذكرين إن أنا قلت طبعًا نني طبعًا عيون بيروت؟ فاكرة، نعم. صح صح فاكرة، بس ما جاوبتنيش. وهو سبب الغيرة يبقى إيه؟ مهنياً. عشان أنت كان عندك مساحة قبل أكبر وأوسع، ربما، ودلوقتي تردت له الفرصة عشان يكون بنفس المكان، عاوز يثبت ربما إنه. وبرنامجه كمان اسمه حديث المدينة، لا متأسف، حديث العرب، حديث القاهرة. تقول له إيه لخيري النهاردة؟ ربنا معك خيري، وربنا وربنا ينجحك خيري، والحياة مش محتاجة واحد بس ينجح يا خيري، الحياة محتاجة كل الذين يقدمون ينجحون. محتاجة صوت عمرو أديب العالي اللي عنده معلومات. يحتاج صوت رامي رضوان الخافت اللي عنده معلومات. يحتاج صوت بسمة وهبة الهادئ اللي بتدور على معلومات، وهكذا وهكذا.